وأصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك سيدي يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك سيدي يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله سيدي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين وابن الصديقة المظلومة فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوزا والله فوزا عظيما. ذاك المنى ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يا مظلوم يا غريب كربلاء ومسلوب العمامة ظلما والرداء. يا مولاي يا أبا عبد الله يا أيها النبأ العظيم علي يا علي يا أيها النبأ العظيم. إليك في بنيك مني أعظم الأنباء. إن الذين تسارعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء. فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلاء. اشفيهم يا شاعر قال ذا قاذفا كبدا له قطعا. وذاك في كربلاء مع
موزع الأعضاء ملقان على حر الصعيد لوجهه في فتية بيض الوجوه وضاء تلك الوجوه المشرقات تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي. على أي حالة شلون قال رقدوا وما مرت بهم سنة الكرى وغفات عيونهم بلا إغفاء متوسدين من الصعيد صخورهم مدثرين حرارة الرمضاء. بعد قال ومغسلين ولا مياه لهم شنو مايهم ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء الكافور تربى والغسل دم الجاري والجفن فصل أبو محمد بواري وقبره بقلب اختل خدوها بجمال عاري وفي قلب من قضى العمر كل بواجي روحي فدالك يا الذي للغسل ما نال ولا الجسد منا انحمل من فوق شيال ولا الجنازة هللت من خلفها رجال ولا حد حفر قبره ورا جثته في ولكن المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليه توكلت وإليه أنيب والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن هناك شبه كبير بين نبي الله يحيى عليه السلام وبين المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. دائما عندنا قاعدة تقول التاريخ شكو بي يعيد نفسه دائما، يعني لما ترجع إلى التاريخ تلاحظ نفس الأحداث ونفس الأمور قائمة بس اختلاف المحال المتطورة، مثلا وجود آلات كانت موجودة الآن سابقا غير موجودة، وإلا تلاقي نفس الأنفس الموجودة سابقاً موجودة في زماننا لحظة، وراح تأتي نفس الأنفس في زمان الأجيال القادمة، لأن التاريخ قاعدة، التاريخ يعيد نفسه في كثير من الأمور. أنت شوف لاحظ اقرأ راح تلاحظ بأن التاريخ دائماً يعيد نفسه، دائماً يكرر أحداثه. ليش؟ لأن البشر ما تتعظ، كفى بالتاريخ واعظا وأستاذا ومدرسا، ولكن شنو يعني أقول لك عدم الاتعاظ هنا المشكلة. لما يجي الإنسان وما يتعظ من حياة غيره ومن طريقة عيش الغير ومن التجارب التي مضت عليها الأمم يعيش في مشكلة. كفى بالناس أن يكونوا وعاظا لأنفسهم بأنفسهم.
فلما نرجع إلى قضية نبينا يحيى عليه وعلى نبينا أفضل التحية والسلام، لما نرجع إلى يحيى، الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: ما أمطرت السماء دما إلا لقتل اثنين، لقتل يحيى بن زكريا ولقتل جدي الحسين. لكن لما نرجع إلى قصة يحيى نلاحظ بأن يحيى صلوات الله وسلامه عليه قتل مع أمة ليست عابدة لله أصلا، يعني يحيى الذي أمر بقتله شخص كافر ما ادعى بأنه مثلا من المؤمنين بالله عز وجل، لا، يحيى مولى قتلا، يعني خلاف للإمام الحسين بأن الذي قتل الإمام الحسين وأمر بقتل الإمام الحسين هم من الذين يشهدون الشهادتين ويقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اجتمع التاريخ، علماء التاريخ، بأن الذي قتل يحيى بن زكريا هو واحد خارج عن ملة الإيمان، خارج عن ملة الأنبياء، قتله شخص روماني، لأن الرومان استولت على ماذا؟ على الشام. نرجع، ما هي قصة يحيى بن زكريا؟ يحيى بن زكريا لما استولت الروم على ونا، استولت على الشام، وما زالت الآثار موجودة الآن يعبرون عنها في بعلبك وغير بعلبك، يسمونها بالآثار الرومية أو الآثار التدمرية، ما زالت موجودة إلى يومنا هذا. لما نرجع إلى قصة يحيى، بأن الحاكم الذي حكم الشام كان يسمى هدريوس، اسمه هدريوس، هذا حكم الشام وكان سليطا وقح اللسان قذر النفس، يعيش في بسطة، ينام على الحرير والأموال، يعني إنسان ترفي، وكان الناس في الخارج يتضورون جوعا ولا يجدون ما يسترون به عوراتهم. هذا في زمن يحيى. هذا هدريوس كانت لأخيه زوجة بالغة في الجمال، جميلة بمعنى الكلمة. هدريوس أخذ زوجة أخيه بالقوة وضمها إليه، يعني قال هذه زوجتي، من دون ترى حتى المسيح سابقا عندهم مسألة طلاق، ما كل قوم مناكحهم، عندنا قاعدة يقول لكل قوم مناكحهم، يعني لما أجي إلى نكاح المسيح يختلف، نكاح اليهود يختلف، نكاح الصابئة يختلف، كل أمة إليها عقد نكاح، مثل ما إحنا عندنا عقد نكاح، أيضا بقية الأديان والأمم عندهم عقد نكاح. هذا جو أخذ زوجة أخيه وجابها وخلاها زوجته، لا طلاق لا انفصال لا شيء. الوحيد الذي اعترض على هذا الأمر هو يحيى عليه السلام، حين قال له: لا تكون لك حليلة هذه المرأة، ما تحل عليك. غضب هذا طرد يحيى في البداية، قال له: يا يحيى اطلع، ما اريد اشوفك. طرد يحيى بالبداية. بعد ان طرد النبي الله يحيى، في كل مرة يلتقي يحيى بجماعة يقول بأن ما فعله هذا الملك حرام، وهذه المرأة لا تحل له أبدا. شلون يأخذها؟ هو أخذها على نحو الغصب والقوة، ولا تحل له أبدا. زين، قام هذا الملك أمر شرطته بإلقاء القبض على يحيى بن زكريا. يحيى كان وحيد فريد، واليهود ما لهم أمان، قلوبنا معك وسيوفنا من جهة بعد. زين، ما لهم أمان، ألقوا القبض على يحيى. تقول: فكان يحيى صلبا ولم يترجى من الملك شيء، يعني ما ترجى حتى أن يعفو عنه،
ولم وما ذل نفسه يحيى، يعني حتى الإذلال إن أيها الملك أعفو عني، أنا مرة ثانية ما راح أعيد هذه المسألة، راح أسكت ما أتكلم، لا. وهو في سجنه يقول إن هذا الملك غاصب منتهك وهذه المرأة لا تحل له. زين دريوس بعد أقام، قلت احترام ما بين أهل الشام وبين رعيته الروم. هذه زوجته أو زوجة أخيه بالأحرى انتظرت حتى أعلن هيدوريوس يوم من الأيام بأن راح يسوي حفلة وراح ترقص فيها الراقصات ويأتي بها بالغواني وغيرها، يعني ليلة حمراء. زين لما هيئوا المكان وجابوا الراقصات وجابوا المغنين، غنوا المغنيات، رقصت الراقصات، وإذا بتلك الملعونة قد زينت ابنتها بزينة، وكانت ابنتها أجمل منها، تفوقها أيضا جمالا، وكشفت عن فخذيها إلى هالدرجة، كشفت عن فخذيها وألبستها الجلاجل، هذه اللي يخلونها برجل المرأة إذا تمشي تطلع مثل الصوت، جلجال، ما أدري شنو يسمونه، جلجال، خلخال، إيه إحنا نسميه خلخال. زين وجابوا لبست، هذا نظر إليها قال أو فيك أو في الكون ذرة مثل هذه الجوهرة؟ من هذه؟ قالت هذه سالومي ابنتي. قال أعطيك نصف مملكتي، أعطيني إياها. قالت لا. قالت عندي طلب. قالت أطلب. قال لها أطلبي ما تشائين. قالت رأس يحيى بن زكريا. شنو رد عليها هيرودوس؟ قال لها كلا كلا إلا يحيى بن زكريا. أشارت إلى ابنتها أن غطي فخذاك، غطت فخذها، قطع عنا النظر بعد للطبيعة ما يقدر، قال لك ما تريدين، خذي مملكتي، خذي أموالي، أريد بنتك هذه. قالت إلا يحيى، إلا رأس يحيى بن زكريا. زين بعد ما في جارة، شنو سوت اللعينة؟ في كل ساعة أعطته خمرا وشرب، في كل ساعة خلت يقارع الخمر حتى ثمل الرجل. بعد لما ثمل وعيه مو بإيده، شنو سوى؟ مو في وعيه، خارج عن وعيه، شنو سوى هذا؟ قالت أشارت إلى ابنتها أن اكشفي عن فخذيك، وكشفت عن فخذها، شافها، جن الرجل مرة ثانية. قال ماذا تريدين؟ قالت رأس يحيى بن زكريا. قال جيبوا يحيى بن زكريا الآن واضربوا عنقه أمامي، اقطعوا رأسه أمامي. زين ويحيى عندما أقبلوا به إلى الملك وهو ثمل، قال لك لا تحل لك هذه ولا هذه، هذه ربي بعد ما تحل إليك، إنما تفعله أمرا حرام لا يحل لك، لا يحل لك. ويحيى يكرر لا يحل لك، أشار بيده هيرودوس إلى الجلاد فضرب عنق نبي الله يحيى. تقول الرواية أخذ عنق يحيى يتدحرج في تلك القاعة وهو يقول لا تحل لك، لا تحل لك. بعدين غير وعيه شالوا راس النبي وأخذوا نظفوه من الدم، أطروا وخلوه في طشت من ذهب، وجابوا إلى الملك بعد أن أفاق. قال من قتل يحيى بن زكريا؟ قال أنا. قال أنت أمرت بقتله؟ قال أنا أمرت بقتله. قال بلى. خلوا أخذ ينظر. قامت تلك المرأة الخبيثة وقربت ابنها، وإذا برأس يحيى يقول أيها الملك لا تحل لك، لا تحل لك. فأمطرت السماء لقتل يحيى دمعا،
بعدين يحيى غسل كفن ودفن في قبره بجلال واحترام. جت اليهود أيضا شاركت في جنازته. إحنا لما نرجع إلى الوقع الشبهي بيننا بين يحيى وبين الإمام أبي عبد الله الحسين ما هو؟ نجي إلينا. ما أريد أتكلم بلباقة ولا شيء، لا، راح نتكلم بخطبة من خطب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وراح نتناول فيها بعض النقاط. هذه النقاط هي التي راح تأكد بأن مضى الإمام الحسين على ما مضى عليه يحيى بن زكريا. تقول أشهد إنك مضيت على ما مضى عليه منه يحيى بن زكريا. يا أبا عبد الله خلنا نرجع، يحيى على الأقل قاتل ماله ليس على ملته، هذا كافر مشرك ملحد، أما قاتل الإمام الحسين يدعي بأنه من المسلمين ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. زين، ما صلي على، ارفع صوتك، لما نرجع إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه ونشوف ماذا فعل الإمام. ماش قال الإمام؟ قال ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا. كيش خرجت أبو علي؟ إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد. يعني عندما قال الإمام إنما خرجت في طلب الإصلاح في أمة جدي محمد، يعني شنو كان في حال الأمة؟ كانت الأمة تعيش في حالة من الانهيار الإيماني، من الانهيار العقائدي. معاوية ما قصر، 4000 قلم استأجرت بني أمية في تزوير أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، حتى إنك إذا تستمع إلى بعض الأحاديث الواردة على النبي تقول شنو هذا؟ معصوم النبي؟ هذا معصوم؟ المعصوم يصدر منه أمر غير لائق؟ المعصوم يفعل بعمل مخل الأخلاق مثلا؟ المعصوم لا تكون عند رزانة ولا مروءة ولا شيء آخر؟ فتشكيك. ولذلك من أهم الأمور اللي قامت فيها بني أمية بأنها زورت الأحاديث. أقول له معاوية، يقول له أحد نظر إليه قال لي أدركت محمد؟ ما قال النبي، قال لي أدركت محمد؟ قال بلى. قال لي أصعد، يقول كلمة ضد علي بن أبي طالب ولك 1000 دينار. قال لي أنا ما بيأديني بألف. قال لي كم؟ قال 100,000 دينار مسكوكة. قال لي زين أركب. صعد على المنبر، شنو قال؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا ومعاوية بن أبي أنا وعبد الرحمن بن ملجم كهاتين في الجنة. قال أنا وعبد الرحمن بن ملجم كهاتين في الجنة. والحديث المتواتر الصادر الصحيح عند كلا الفريقين يا علي قاتلك ومقتولك في النار. أيضا لعبت بني أمية بالدولة، أباحت الزنا، أرجعت أعزك الله اللواط، فعلت ما فعلت. بدأ الإيمان شنو يصير في الأمة الإسلامية؟ ينخرم ينخرم ينخرم، يحتاج إلى وقفة مثل ما وقف يحيى بن زكريا إلى هذا الملك الظالم المتغطرس. لأن لو سكت يحيى بن زكريا لأصبحت هذه الأمر سنة عند الناس، ولو سكت الإمام الحسين لأصبح السكوت عن المظالم وعن الإيمان وعن الورع وعن التقوى شكوا به أمر عادي عند الناس. شنو قال الإمام؟
قال لطلب الإصلاح في أمة جدي. يعني بني أمية لما مسكوا، مو بني أمية فقط، الأول والثاني والثالث لما مسكوا جعلوا، خصوصا الثالث لما قرب بني أمية من كراسي الحكم، حتى يوم من الأيام جابوا إليه أخوه عتبة، عتبة هذا أخو عثمان من أمة، قالوا إليه هذا يا أمير المؤمنين شرب الخمر، كان في ليلة حمراء في قصرة شرب الخمر، وجابوا صلبنا جماعة وتقيأ الخمر في المسجد. بعد هذا قال لا بس ما عليه، هذا أخو أمير المؤمنين وأخو الخليفة، بعد ما أكو عليه حد. شنو قال لي أمير المؤمنين؟ قال لي أقم الحد عليه. قال لي أبا الحسن قال لا تعطيل في حدود الله، رأيتمو لو لا، بعد مو 14. قال لي شفنا. قال أقم الحد عليه. بس دخل في قلب أشدون هذا أخوي، سحب أمير المؤمنين وجلده حد شارب الخمر 80 جلدة. تربصت بني أمية في الدين تربصت. أبو سفيان قال لها من سابقا أنا لك بالمرصاد يا محمد، إذا مو الآن بعدين. فلما صار خلل إيماني وخلل عقائدي وخلل ورعي وتقوائي، قال الإمام لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد. زين عرفنا مولاي راح تطلب بالإصلاح، وبعد مولاي غير الإصلاح. قال لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. النبي يقول ما زالت أمتي على خير ما أمرت بمعروف ونهت عن منكر. هذه الفريضة المهجورة، الفريضة المهجورة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك الإمام لما خرج آمرا بالمعروف وناهي عن المنكر، لما ترجع وقول النبي يأتي زمان على أمتي يرون فيها المعروف منكرا والمنكر معروفا، هذا في عهد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، في عهد بعد الإمام، حتى في عهدنا لما يجي الإمام وقد خرج على المنكر ويجي واحد يقول لقد خرج الحسين على دين جده فقتل بسيف جده، يقولون لقد كان خروج الإمام الحسين محرما، وين فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ليش ما تأخذ بها؟ شنو يزيد؟ شارب للخمر، لعاب بالقردة والكلاب والخنازير، رجل شاذ، يكون خليفة. قال ادعو له يخلي بيع وجاجة. قال ايه خلى بيع وجاجة بس تدعو له بالصلاح. شنو هذا المنطق وهذا العقل؟ انت تضحك على عقول الناس، تريد تضحك على عقول الناس، ترى عندها عقول مفكرة. شنو تريد تقول لي؟ يزيد كان صالحا وأخطأ، ارتكب هذه الأعمال عن عمى وعن خطأ. شنو تضحك على الناس انت وتقول بأن خروج الحسين كان محرماً؟ ليش؟ لأن الحسين غير معصوم. خلي العصمة على جهة، ما خرج الحسين يأمر بمعروف وينهى عن منكر؟ ليش ما تأخذ من هذا الباب؟ لولا أن ذاك ابن معاوية، ليش؟ ليش المغالطات؟ ليش؟ هذه مشكلة. إن يجحدوك على علاك فطالما شمس الضحى خفيت على ذي مقلة عمياء. الأعمى مو أعمى العين، الأعمى أعمى شنو؟ أعمى القلب، أعمى القلب. هم كالأنعام بل أضلوا، يمكن حتى البهيمة تنفع وهو ما ينفع بمنفعة البهيمة. هذه المشكلة. لما تقول لي بأن الإمام قول خروج الإمام الحسين ما كان خروج الإمام الحسين من أمر إمامي ومن أمر عصمي ومن أمر إلهي، ما نقدر نقول عن خروج الإمام الحسين بأمر من أمور الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، هني يتوقف، قل لا لا، هذه بعد محل نظر. إنزين، وشارب الخام الذي يلعب أعزك الله بالكلاب والقردة والخنازير،
القاتل للنفس المحترمة الذي جلب الشام، شوف الشام، أمر يزيد أن تلبس الشام الحداد 7 أيام. تعرف على شنو؟ بعد ما نقدر يا جماعة نغلط على خليفة عند الناس، أمر أن يجلب الشام 7 أيام على حساب كلبة ماتت عنده. وأريد أضحك على نفسي وأقول بأن هذا خليفة، يعني شلون يا حبيبي؟ حدث العاقل بما لا يليق وإن صدق. تعرف تكلم بالإنسان بشيء ما يليق بالعقل، صدق كان بها، ما صدق بعد مشكلة. وبعد أرسل إلى جميع الولاة، كل الولايات الإسلامية، أرسل إليها أن تجيبون النوايح وتخلونهم يندبون ونوحون، تقيمون مجالس العزاء. على شنو؟ قالوا قرد الأمير المقرب اللي يجلس على يمينه تحت العرش مات، لا إله إلا الله. لذلك السيد ويش يقول؟ والناس قد عادت إليهم جاهليتهم كأن من شرع الإسلام قد أفكى، لم أدر أين رجال المسلمين مضوا وكيف يزيد صار بينهم ملكا. قل لم أدر أين رجال المسلمين مضوا وكيف يزيد صار بينهم ملكا، العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خسا. شوف والله موفق السيد، يقول العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر الودكا، وكيف يسلم من شرك ووالده ما نزهت حمله هند عن الشركة. ولذلك لما خرج الإمام آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وبعد مولاي ليش قال أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي؟ يعني المراد من أسير بسيرة جدي وأبي علي بأن هناك 35 سنة من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم انحرفت الأمة عن المسير بطريقة محمد صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد. انحرفت عن المسير بخط النبي صلى الله عليه وآله. رجع أمير المؤمنين، واحد يقول ليش في عهد علي بن أبي طالب ما صارت الفتوحات وما صارت الغزوات؟ لأن علي بن أبي طالب نهض بالدولة الإسلامية نهضة عظيمة، رجع ما أحرمه الباب. واحد يقول لأمير المؤمنين يا أبا الحسن لا أتمالك نفسي، قال لي ارجع إلى المتعة، قال ارجع إليها وقد حرمها الثاني. قال لي بعد شنو اسوي لك؟ بتزني؟ تزني؟ عندك 4 نساء، طلق واحدة والزوج واحدة. قال ما اقدر. قال شنو اسوي؟ تريدني ابيح لك الزنا؟ هي المشكلة لما اجي واقيس الاسلام بعقلي وهوايا ومزاجي نضيع، والله نضيع. أمير الإمام جعفر الصادق يقول دين الله لا يصاب بالعقول، مو كل شيء أريده في الدين على هواي وعلى مزاجي وعلى كيفي، لا، من أفتى بغير عن فليتبوأ مقعده من النار. مو لأن مزاجي عارض الحكم الشرعي خلاص أنا ضد هذا الحكم الشرعي، والله ما أنا متقبل الحكم الشرعي، لا لا، قل أنا ما أنا متقبل أن أمتثل لأوامر الله عز وجل.
ولذلك هذه الأمور اللي خرج من أجلها الحسين، وأعمل وأسير بسيرة جدي وأبي علي، لأن الجماعة انحرفوا عن هذه السيرة، انحرفوا عن هذه السيرة، حلل وما حرم الله وحرموا ما أحل الله، أخذوا يوزعون على جماعتهم ويعطون فقراء المسلمين الفتات. ولذلك أمير المؤمنين شنو قال لهم؟ قال لهم الإمام: أتبايعوني على المساواة؟ قالوا لهم: بايعك يا أبا الحسن. ويوم شافوا إن المساواة أمر قوي على أنفسهم، قالوا: ليش يا أبا الحسن تعطي هذا الفلاح مثل ما تعطيني أنا؟ قال لي: ما عهدتموني على المساواة؟ ما عهدتوني على المساواة في العطاء؟ ما يقدرون. ولذلك لما ترجع إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ليش لحضروا مع الإمام ثل قليل من المؤمنين؟ لأن هذول صبروا في جنب الله، وعرفوا الله عز وجل، ورضوا بقضاء الله وقدره وبحكم الإمام فيهم، خلاف للجماعة الثانية. مثل ما قالت اليهود ليحيى بن زكريا: يا يحيى، احنا نحبك ونخاف عليك، بس ما نقدر نسوي اليك شيء. اهل الكوفة وش قالوا للامام الحسين؟ اقبل. ولما لاقي الفرس ده قال له: وش حال اهل الكوفة؟ قال له: يا ابن رسول الله، قلوبهم معك وسيوفهم عليك. واسير بسيرة جدي وابي علي، وهذه السيرة التي يجب علينا ان نسير بها. أولاً في طلب الإصلاح لأمة جدي محمد، أن يكون إصلاحاً إلى النفس وإلى المجتمع، لأن احنا ما نقدر نقول إصلاح في أمة محمد إلا بإصلاح النفس والمجتمع اللي الآن احنا نعيش فيه. هذا مو من أمة محمد، مو دين محمد. فأول ما أبتدئ بإصلاح نفسي، بعد ما أقوم بإصلاح نفسي أبتدي في إصلاح المجتمع. على أي طريق أبتدي في إصلاح المجتمع؟ كونوا دعاة إلى الله بغير ألسنتكم، خلي المجتمع يشوفني بأنني على ما أمرني الله عز وجل به، مثل ما أمر النبي أنا أمرني الله عز وجل به أكون. وإنك على خلق عظيم، أكون صاحب خلق عظيم. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. يجب أن أرفع وأشوف أهل البيت على أي سيرة أنا أمشي إياهم، أأمر بالمعروف أنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي. وإحنا نسير بسيرة من أهل البيت. وش يقول الإمام بعدين؟ ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، والباطل لا ينتهى عن. بعدين وش قال الإمام؟ إني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. يعني كذبة، خيال، سراب. يحيى بن زكريا في قبضة الجون: استرجي يا يحيى. قال: حشة، لا أسترجي إلا من الله عز وجل. أما تخاف يا يحيى؟ قال: لا أخاف إلا من الذي خلقني. والإمام شنو يقولون إليه؟ ألا إن الدعي ابن الدعي خيرني بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. شوف لما تجي تقرأ قصة يحيى بن زكريا وتجي تقرأ قصة الإمام الحسين، تلاحظ بأن هناك تشابه كثير، بل هي مطابقة إلى قصة يحيى بن زكريا. من أهم العوامل ومن أهم هذه الأمور التي كانت تتطابق فيها قضية يحيى مع قضية الإمام عليهما السلام، بأنهم ما رضوا بحكم الذل في الله عز وجل، أبوا على نفسهم إلا أن يعيشوا مؤمنين أعزاء، أن يعيشون مؤمنين أعزاء مخلصين لله عز وجل.
يحيى قتل من أجل مسألة شرعية لا يجوز لك، والحسين قتل من أجل دين، من أجل أن ترتفع راية خفاقة، هذه الراية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد صلوا على محمد. ولذلك نلاحظ بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما قدمه إلى الدين لا يساوي ما نقدمه نحن كأمة إسلامية أجمع. ليش؟ عندما قال كلمته المشهورة: إن كان دين محمد لا يستقم إلا بقتلي يا سيوف. بعد وش قال الإمام؟ أنا ما أريد أطلع من كلمات الإمام ولا أريد تحليل، لا أريد بس ناخذ قصة يحيى وناخذ تطبيق الإمام الحسين من كلام الإمام. وش قال؟ قال: يا حسين إن لك درجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. الإمام مو كان مقصودة فقط الشهادة، لا، قال تلك الكلمة العظيمة الذي انطوان بارا وشوشين وبازا وتوم استرين، هذا يقول هذه الكلمة كفى أن تكون قداسة إلى الحسين عندما ضحى بنفسه من أجل حماية دين جده محمد. يقول هذه الكلمة أقف لها إجلالا واحترام: إن كان دين محمد لا يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. هذا شوشين شنو يقول؟ يقول ليت في المسيحية مثل الحسين، قل ليت في المسيحية مثل الحسين. واحد ثاني وش يقول؟ يقول لو كان الحسين موجودا الآن بيننا، لو كان الحسين الآن موجودا بيننا لكان على البشر أن يصنعوا له شارعا من ذهب. ليش؟ قل لي أن الحسين ما قدم فقط إلى أمة محمد، لا، الحسين قدم إلى البشرية أجمع، قدم إلى كل أقطار المعمورة. وأكبر دليل، أكبر دليل بأن الإمام عندما قدم استملك قلوب العاملين، قلوب العقلاء، قلوب المنصفين، قلوب العاشقين، هذه الملايين التي نزلت إلى الحسين في يوم الأربعين بكربلاء. لا تظن تقول واحد لا يعني هذه الأمر ماشي كذا سيالة، لا 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 لا، لا تظن إن الأمر كذا وسيال، لا، هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما وصل إلى هذه المرتبة إلا بعد أن وقفت العقول إجلالا واحتراما إليه. وين قبر يزيد؟ وين قبر ابن زياد؟ وين قبر فلان وفلان وفلان؟ ليس لهم إلا اللعنة. لكن لما تجي إلى أبو علي وتقول لي أبو علي، قل أنا قبري يناطح السحاب. وثانيا أنا قبري، من قالكم أنا قبري في كربلاء؟ البعض يتوقع، يقول الإمام كاشف الغطاء قدس الله نفسه الزكية، يقول الكثير يتوهب بأن الحسين دفن في كربلاء. وين دفن الحسين؟ قال وفي قلب من والاه قبره. الحسين مدفون فينا، الحسين بين طيات صدورنا، حياتنا حسين، أنفاسنا حسين، مماتنا حسين، في كل أوقاتنا حسين حسين. ليش؟ لأن لو فعلنا ما فعلنا لن نوفي الإمام بصرخة من صرخاته: ألا من ناصر ينصرنا. ما نقدر نوفيها. يحيى قتل، قطع راسه، ودوه في طشت من ذهب إلى الملك، لكن شيع بتشييع مهاب، ومن قتل يحيى مضاد له في الدين والعقيدة. لكن ارجع إلى أبو علي، ارجع إلى يحيى، ما سبيت إلى نساء يحيى، ما قتلوا له رضيعا على صدره يحيى، ما ضربت بناته
يحيى ما قتلت أطفاله وعياله، يحيى ما هتكت مخدراته، وبعد يحيى ما ملك قلوب العاشقين مثل ما ملكها أبو علي الحسين. يحيى لما جابوا الرأس إلى الملك في طشت من ذهب، جابوا الرأس منظف معطر، نظر إليه الملك بإجلال واحترام. أما أبو علي وإيش مولاتي سكينة تقول جابه ووجهه ولحيته مخضبة بدمه. وبعدين سيدتي قال نظرت إلى ذلك اللعين يضرب ثنايا والدي بمخصرته. بعد يحيى بعد أن مات ما رضوا جسده بحوافر الخيول، وما رجع ابنه، أخذ يبحث في كربلاء عن أعضاء عضو. ولكن الإمام زين العابدين لما رجع إلى كربلاء وأراد دفن أبيه، يقولون بني أسد التفتنا إلى زين العابدين وقد رفع رداءه، رفع ثوبه، وفي كل وقت يمشي وينزل إلى الأرض ويؤن أن ويتأوه ويضع شيء في الثوب. نقول لي سيدي نطوي هذه البارية على الجسد. قال مهلا يا بني أسد. يقول حتى أخذ يلتفت يمين شمال يبحث عن شيء. قلنا مولاي عن شنو تبحث؟ قال أبحث عن خنصر مبتور إلى الحسين. قل فأخذ يبحث حتى وصل إلى ذلك الخنصر وخلاه بالثوب. وقول شفنا زين العابدين قد جمع أعضاء الحسين المتناثرة ووضعها معه في تلك البارية. ودفن الأنصار في حفرة واحدة. ولما أراد ينزل والده في القبر يقولوا سمعنا بآذاننا صوت من منحره الشريف يقول بني علي والسدر ضيعي على صدري. ويحيى ابن زكريا مولاي يحيى نبي، لكن يحيى ابن زكريا ما رجعت نساءه إليه في يوم من الأيام منكبين على قبره في أيام الأربعين. بعد يقول زين العابدين لما وصلنا إلى أرض كربلاء نظرت إلى عمتي زينب تقوم من على قبر وتجلس على آخر تأن على هذا القبر وتنوه على القبر الآخر. ولما وصلت إلى قبر أخيها بالفاض نادت وصلناكم يا أبو فاضل ولا جيتوا تنزلون، وهذا الروس جبناها ومنكم نطلب العار، وراس حسين سمحوا لي تراه مكسرا، ويلي ويلي. جلست على قبر اخيها الحسين. ابو علي نور عيني قوم عيني، رجعت خويا وجيت جالسة على قبرك. أبو علي أنا جيت من السفر خويا وحملت معايا هدية إليك يا أبو علي، جبت لك هدية يا أخي. شنو هذه الهدية؟ قل لأخويا هذا يا خويا راسك المقطوع جبنا، وراس البطل عباس ويانا حملنا، وراس الطفل يا ابن البتولة ما نسينا، وجبنا يا خويا روس شبانك سويه.
وين صوتك يا موالي؟ وين هالأصوات؟ وين الحناجر؟ عندها أقبل زين العابدين قل له أبي يا حسين أخذ الرأس أودي لأمك الزهرة هدية، أخاف الزهرة تعتب علي. تقول ما جبتون إلي هدية. قل له يا سرور قلب المصطفى ويا نور عينه، رأسك أدفن لا أوديه المدي. قال لي يا من هو بعد عيني مرجع الناس، راسي على جسمي طرحا يا وافي الباس، حتى لجي يوم الحشر جثين بلا راس، حطه بقبري وروح عني للمدينة. بني علي وعريج على الزهرة وخبرها بمصابي، وقل هيل أما ما رعوا فيكم جنابي، ضامد بحوني وداسني شمري ضبابي، وحتى رضيعي بسهم أحرم طوقينا، وعن عرس جاسم يا علي خبر المسموم، وقل ليل جاسم عرس خيك المظلوم، وعرس يا ويلي وصار اخضاب من الدموم، في فرد ساعة صار عرسه والمنية. خويا ابو علي خويا اقعد احكي لك، خويا كم سوق دخلتها وكم مدينة وكم بلد، وجيت بيتامك على قبرك وما عندي جلد، وتدري بركوب الجمال ينحل يا خويا للجسد، وين ابو فاضل كفيني وصلوني الحفرة. ظلت تقود الجمل ويتامى وياها تدور للشريعة الدور، يا قلبي يبو فرج الغيور، خرت على القبر يا ويل ومدامعها تثور، صيح تقعد يا كفيل اللي طلعت بذمته. تطلعوني من خدوري يا اخوتي وذاك الدلال، للمدل والهضم والضيم وركوب الجمال، جيت والله معظمة وحولي من اخواني ابطال، ما دريت الدهار يفجعني بخويا وعزوته، وكأني بصوت من قبر الحسين مخاطبا الى اخته زينب، يقلها يا اختي يا زينب يا شوفية، يلي ربيتي ياك في حجر الزكية، ويلي الى الشامات ودوها هدي، ما اشوف وياكم حبيبتنا رقية. اخذ الامام يسأل عن تلك الطفلة، ضجت املاك السماء والدمع يجري، شنو الجرى في الكون يا جبريل قل لي؟ قالهم صرخة المظلوم رقية يا بعد،
قلبي اويلي على اللي وحدها في الشمس مرمر. نسألك وندعوك نتوجه إليك يا أحب الخلق إليك محمد وآل محمد، شافي مرضانا، فك أسرانا، داوي جرحانا، رد غرباءنا، اصلح حالنا يا رب العالمين. جماعتي الحاضرين، أطل اللهم في أعمارهم، بارك لهم في أرزاقهم، اللهم وفقنا وإياهم لمراضيك وجنبنا معاصيك، وأطل اللهم في أعمارنا وأعمار المؤمنين والمؤمنات، وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. وإلى موتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان نهدي جميعا الفاتحة، قبلها صلوات.